حسمت القوات المشتركة اشتباكات مع ميليشيا الحوثي وأفشلت محاولاتها لاستحداث تحصينات قرب خطوط التماس في جبهة الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر بشرية. الإعلام العسكري أفاد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيا التابعة لإيران بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب غرب مدينة الدريهمي وأجبرتها على التراجع، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات أثناء الاشتباكات التي استمرت زهاء ساعة، فيما ضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر الميليشيات بقصف مركز على أهداف ثابتة.